تقبل سيارة جيب جراند شيروكي SRT خيارا ممتازا لمحبي السيارات الرياضية الأمريكية ضمن سيارات الدفع الرباعي السوبر رياضية. وتتميز تلك السيارة بأن شركة جيب أجرت عليها تعديلات جديدة وصلت الأسواق في بداية العام 2017، وقد تم تغيير شكل مداخل الهواء الثلاثة بحيث تسمح بدخول المزيد من الهواء إلى حجرة المحرك. وكانت تحسينات سابقة أدخلت على هذا الجيل، ومنها برمجة عمل نظام سيلكت تراك والوضعية سبور والموضوعة بتصرف السائق، كما تم إخضاع كل من نظامي الكبح والتعليق للعديد من التحسينات لتكون منسجمة أكثر مع الطابع الرياضي المعزز للأداء. ويأتي محرك هذه السيارة من فئة الإسطوانات الثمانية بشكل V وبسعة 6.14 لتر، والذي تبلغ قوته القصوى 475 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 630 نيوتن متر عند 4300 دورة في الدقيقة.